جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الأوقات التي يشرع فيها السواك، وهل يتم استعمال السواك باليد اليسرى أو لا مانع من استعماله باليمنى؟ جزاكم الله خيرا. السواك يستحب في كل وقت، لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأكد في أوقات منها عند الوضوء، يتأكد عند الوضوء، ويتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند تلاوة القرآن، ويتأكد عند تغير رائحة الفم إلى غير ذلك. ففي هذه الأحوال يتأكد استعمال السواك، وهو سنة عظيمة وسنة مؤكدة، تكاثرت الأحاديث بالأمر به وفضله وفوائده. والإمساك إمساك السواك يكون باليد اليسرى كما نص على ذلك أهل العلم، لأنه إزالة أذى، إزالة رائحة كريهة وفضلات من الفم، ويكون ذلك باليد اليسرى لأن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم.